الآن we move on to another text which is about translation from English into Arabic. And here is the English text. As Venus and the Earth are of about the same size and have in all probability had a similar life histories, we might reasonably have existed to find that their atmosphere would be similar. Actually, they are very different. In particular, oxygen, which forms a large fraction of the Earth's atmosphere, appears to be exceedingly rare, if it exists at all, on Venus. We know that oxygen combines very freely with other substances. Such combination occurs, for instance, when substances burn or corrode or rust. This being so, we need not feel surprised that there is little or no oxygen left in the atmosphere of Venus. What would be surprising if we didn't know the explanation is that there is so much left in the atmosphere of the air. The explanation is that every tree and every blade of grass on Earth is a sort of oxygen factory. So this kind of this is a something about astronomy and something about oxygen, and that's sciences. Again, this is a non-fiction text which does not have that many images or literary devices or stylistics to worry about as a translator. And let's see now how the translator has done their translation, and whether that translation, of course, I'm sure it's a good translation, it's printed, so it must have gone through a publisher, but we need to look at whether that translation is useful and good to be, if there are any issues related to that. Now, it says here, بِمَا أَنَّ كوكب الزهرة يتساوى مع الأرض في الحجم ولهما في جميع الاحتمالات حياة تاريخية مماثلة فيجب علينا بالبداهة أن نتوقع أن نجد أن الجو المحيط بهما متشابه ففي الحقيقة الاختلاف بينهما كبير خصوصا أننا نجد أن الأكسجين الذي يحتل نسبة كبيرة في الجو المحيط بالأرض يبدو أنه غاية في الندرة في كوكب الزهرة إذا وجد على وجه الإطلاق إننا نعرف أن الأكسجين يتحد بسهولة عظيمة مع المواد الأخرى وذلك الاتحاد يرجع مثلا عند حدوث الاحتراق أو التأكسد أو الصدأ لبعض المواد وبما أن الأمر كذلك فليس هناك ما يدعونا للدهشة في حالة انعدام الأكسجين أو وجوده بقلة في الجو المحيط بكوكب الزهرة وما الذي يدعونا للدهشة إذا لم نجد تعليلا لذلك هو وجوده بكثرة في الغلاف الجوي إن التعليل ذلك هو أن كل شجرة وكل عود في النبات موجود في الأرض يعتبر مصنعا لإنتاج الأكسجين. Of course, we have looked now at the text in both English and Arabic to see the differences between them. Now, if we look at the English in the first place, we know that it's about Venus and Earth. We know that Venus is الزهرة وليس الزهرة هكذا تقرأ باللغة العربية ويجب أن نعرف ذلك خاصة إذا كنا نريد أن نترجم للدبلجة يعني في الدبلجة أو حتى في الترجمة الفورية يجب أن نعرف كيف نقرأ الكلمات بشكل صحيح يعني مشكلة diacritics as they call it in English read needs to be there in the mind of the translator if you want to know. Of course, الزهرة والزهرة تكتب كما هي إذا لم تشكل. لننظر إلى اللغة الإنجليزية وكيف اللغة العربية وكيف تم ترجمة هذا بما أن كوكب الزهرة يتساوى مع الأرض في الحجم. يعني وضعنا كلمة كوكب لكلمة الزهرة فكان الأجدر بنا أن نضع لكوكب الأرض أيضا. إذن بما أن كوكب الزهرة يتساوى مع كوكب الأرض في الحجم يعني لربما كان أفضل فلربما وضع المترجم كلمة كوكب لكلمة الزهرة على أساس أنه لا تقرأ
الزهرة باعتبار أنه لم يشكلها. يعني هذا ما أظنه، ولست أدري إن كان هذا هو المقصود من وراء كلمة إضافة كلمة كوكب الزهرة باللغة العربية. وباللغة الإنجليزية لم يقل planet, he didn't say planet, هو قال فينوس، ونعرف أن فينوس هو كوكب الزهرة. إذن إذا أردنا أن نضيف كوكب الزهرة في ترجمتنا، فيجب أن نترجم أيضا، نضع كوكب الأرض أيضا، حتى يكون هناك نوع من الكونسيستنسي، what's called consistency، يعني استمرارية في الترجمة. وطبعا الاستمرارية تعطي نوع من المصداقية أكثر عندما يقرأه الشخص باللغة العربية. بما أن كوكب الزهرة يتساوى مع كوكب الأرض في الحجم، ولهما في جميع الاحتمالات حياة تاريخية، تاريخية مماثلة. ونجد أيضا هنا، يعني نجد أنه وضع تاريخية بدل تاريخية مماثلة، ووضع هنا أيضا مسافة قبل الفاصلة. يعني لا أدري لماذا يضع مسافة قبل الفاصلة، لا داعي لها في اللغة العربية وهو معروف عنها، لكن لربما يعني حتى لا تتصف بالكلمة الأخرى، لا أعرف الكلمة التي سبقتها، يعني لا داعي. فيجب علينا بالبداهة. إذن هو عندنا يجب وعلينا. طيب ليش يجب علينا؟ لماذا نضع الكلمتين مع بعض؟ وهنا أريد أن أشير إلى موضوع مهم جدا، بموضوع إذا كان يقال must. If the word must is used, يعني if we say here it says we might reasonably have existed, we might reasonably have existed to find that their atmosphere would be similar. يعني we might reasonably thought that they have existed. I think there's a problem in the English in the first place. يعني the English does not say clearly what it's trying to do. And I'm doubting that the English is written as the original text now, even though يعني we might reasonably have existed. I think they might reasonably have been existed they have existed. I don't know how this, it doesn't sound English. We might reasonably have existed. يعني they might reasonably have existed. But then يعني to find I don't know, it doesn't sound right. I think the word might. We move on to the one before it, which is not might. Yes, okay. So they might reasonably have existed. I don't know really. I'm just so confused about it. But if we look at the Arabic in the first place, let's look at the Arabic here to see what it is. I mean, this is what I have photocopied actually from the book, which I've come across. فيجب علينا بالبداهة. We must. يعني بكلمة must هنا. كأنه كلمة must. عود إلى كلمة يجب علينا. أنا أتصور أنه كلمة must لزاما علينا، وشد يجب أن نقوم بكذا، وhave to أيضا علينا أن نقوم بكذا. أما might يعني 30%، 30% probability as opposed to must which is 100%. We say we must carry our passports، يعني لزاما علينا أن نحمل جوازات سفرنا when we travel، عندما نسافر abroad، عندما نسافر إلى خارج البلاد. We must. فإذا نقول لزاما علينا أو لابد، هكذا نترجمها لكلمة must. Have to يجب، أو علينا. Ought to ينبغي. أما might لربما، احتمال ضعيف جدا. Might 30%. Maybe 50%. وتستخدم باللغة القانونية كما سجلتها في فيديوهات سابقة بمعنى يجوز، إذا كانت في اللغة القانونية بمعنى may يجوز، لكن might لعلها، عسى ولعل أن تكون قد يعني موجودة، يعني عسى
reasonably يعني بالبداهة أو بشكل معقول، لربما يكون بشكل معقول أفضل، أن نتوقع أن نجد أن الجو المحيط بهما متشابه. ممكن نقول الجو، ممكن نقول الغلاف، الغلاف الجوي يمكن أفضل من كلمة الجو. يعني هو قال طبعا he did not say, he says the atmosphere. الغلاف الجوي يمكن كان أفضل من كلمة الجو، المحيط بهما متشابه. وأظن أنه يقصد فيها الغلاف الجوي متشابه. نرجع إلى النص باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. ففي الحقيقة الاختلاف بينهما كبير. ففي بدون نقاط أيضا نظن بأن هذا المترجم هو من المدرسة المصرية في التهجئة، لا يضع نقاط تحت في أو الذي، كما نجد كمان بعد الأكسجين الذي بدون نقاط. يعني هذه المدرسة المصرية على خلاف المدرسة الشامية التي تضع النقاط على الياء. ففي الحقيقة الاختلاف بينهما كبير. Actually they are very different. طبعا كلمة very different هنا المقصود بها يعني مختلف اختلافا كبيرا، ربما يكون مختلف. إذا الاختلاف في الحقيقة الاختلاف فيما بينهما اختلاف كبير، يعني ممكن أن نكرر هذه، وهذه بالمفعول المطلق، ولما لا؟ يعني في المفعول المطلق في كتابي ب 2013 كتبت فيها عن فصل كامل عن المفعول المطلق وكيف ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. يعني ننسى أن هناك لغة باللغة العربية المفعول المطلق والذي يمكن أن نستفيد منه استفادة كبيرة. وهنا أنا عندما أقول نستفيد استفادة يعني مفعول مطلق أيضا، اشتقاق من نفس الكلمة. ففي الحقيقة الاختلاف بينهما اختلاف كبير، أو يختلفان عن بعضهما اختلافا كبيرا، خصوصا أننا نجد أن الأكسجين الذي يحتمل أو يحتل نسبة كبيرة في الجو المحيط بالأرض، ممكن نقول في الغلاف الجوي للأرض أو للكوكب الأرض، يعني لربما يكون أفضل، يحتل نسبة كبيرة في الجو، يعني يحتل حيزا كبيرا أو نسبة كبيرة في الغلاف الجوي للأرض، المحيط بالأرض ممكن نقول. يبدو أنه غاية في الندرة في كوكب الزهرة، يعني I like that very much، غاية في الندرة أو يندر في أن يوجد في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. خلينا نقول الغلاف والغلاف، يعني لربما يكون أفضل من أن نقول في كوكب الزهرة، لأن نتحدث عن الغلاف والغلاف، فلماذا لا نرجع إلى كلمة غلاف ونحافظ على كلمة غلاف حتى نعطي فكرة على أن المترجم يفهم أنه يتحدث ليس على كوكب الزهرة، إنما يتحدث عن الغلاف الجوي لكوكب الأرض والغلاف الجوي لكوكب الزهرة. وهذه الطريقة في الترجمة هي تعطي فكرة على أن المترجم صاحي، يعني على المترجم يعرف أنه يتحدث لا يتحدث عن الكوكب بقدر ما يتحدث عن الغلاف الجوي لهذا الكوكب، وهذا ما هو يتحدث عنه بشكل واضح في هذا النص، ويتحدث بشكل خاص عن الأكسجين. إذن غاية في الندرة إذا وجد على وجه الإطلاق، يعني إذا وجد أصلا، إن وجد أصلا، ممكن نقول إن وجد هذا، إن وجد أصلا، يعني لربما يكون أفضل أن نقول يندر في الغلاف الجوي، ممكن طبعا يتحدث عن الأكسجين الذي يندر في غلاف كوكب الزهرة، هذا إن وجد هذا الغاز أصلا. يعني نرجع لكلمة إن وجد، إذا وجد، لأن طبعا في عنا عدة كلمات راجعة لها، في عنا كلمة الجو، العودة إلى كلمة الأكسجين، وعنا الجو، وعنا الأرض، وعنا كوكب الزهرة. فإذا وجد يعني وجد، ما الذي يوجد، ما الذي نتحدث عنه؟ نتحدث عن الجو، أم نتحدث عن الأكسجين، أم نتحدث عن كوكب الزهرة، أم نتحدث عن كوكب الأرض؟ حتى لا يعني حتى يعني نكون صحيح في ترجمتنا ونعرف إلى أي الكلمات تعود أو لأي الأسماء.
يعود إذا وجد، يعني وجد، ما هو الوجد الذي الأكسجين المقصود به الأكسجين هذا؟ إن وجد هذا الغاز أصلا، يعني مثلا ممكن أقول هذا إن وجد هذا الغاز أصلا، هذا إن وجد الأكسجين أصلا باعتباره نادرا للغاية في كوكب، في غلاف كوكب الزهرة. يعني لاحظوا إذا عندما نترجم ونحن ندرك بأننا نعرف إلى ماذا، إلى أي اسم يعود هذا المذكر إذا وجد. ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، we move to the next one. إننا نعرف أن الأكسجين يتحد بسهولة عظيمة مع المواد الأخرى. نعم، يعني هو المشكلة في اختيار الكلمات، يعني بسهولة عظيمة، يعني السهولة تكون بسهولة بالغة لربما تكون أفضل كcollocation، كمتلازمة باللغة العربية، متلازمة لفظية، يعني collocation باللغة العربية. فلا بأس من ذلك، يعني أن نستخدمها لذلك الأمر. طب ننتقل إلى الكلمة، إلى الفقرة الثانية. إننا نعرف أن الأكسجين يتحد بسهولة عظيمة مع المواد الأخرى، وذلك الاتحاد يرجع مثلا عند حدوث الاحتراق أو التأكسد أو الصدأ لبعض المواد، وذلك يرجع، يعني بدل ما نقول ذلك الاتحاد يرجع، ممكن هو يرجع ذلك الاتحاد مثلا عند حدوث الاحتراق أو التأكسد، عند حدوث احتراق بعض المواد أو تأكسدها أو تصدئها أو صدائها. فإذا يعني يفضل كأسلوبا من ناحية الأسلوب اللغة العربية لربما يكون أفضل عند حدوث عند احتراق بعض المواد أو تأكسدها أو صدائها، يعني بهذه الطريقة بيكون الأسلوب أقوى من ناحية الترجمة، لكن لا ضير فيما ترجمه المترجم هنا، يعني في الأمرين هو الأسلوب صحيح، ولكن هناك جزالة في إذا قلنا احتراق بعض المواد أو تأكسدها أو صدائها. وبما أن الأمر كذلك، فهنا المشكلة في كلمة this being so، يعني this being so هذه من اللغة الإنجليزية مكتوب هو هكذا قال، يعني هو قال this being so we need not feel surprised. لو نرجع على النص باللغة الإنجليزية this being so we would not be surprised. إذن this being so، كما نرى أنه this being so هنا إشكاليات، يعني إشكاليات في الترجمة كبيرة جدا. الإشكالية الأولى كلمة this، وهي يعني مثل ما تقول in English exophora. Exophora means what it's referring to or endophora. It could be endophora, endophora more, because it's within the text. It's referring to something within the text. It's endophora and exophora, which is outside the text. In this case, it says this being so. يعني لا نعرف مش هو this being so. فليس هناك ما يدل دهشة في حال انعدام الأكسجين. يعني لازم نعرف إنه يعني هل المقصود به الاتحاد، اتحاد الأكسجين مع المواد الأخرى؟ يعني عند حدوث هذا الاتحاد أو بسببه، عند إذا بيقول وذلك الاتحاد يرجع ذلك الاتحاد منذ مثلا عند حدوث احتراق بعض المواد أو تأكسدها أو صدائها، وهذا الاتحاد يعني فلا عجب في أن ينعدم الأكسجين أو يقل في الجو المحيط بالزهرة مثلا، فلا عجب في أن يقل الأكسجين أو ينعدم في كوكب الزهرة. وبأن الأمر كذلك، يعني على موضوع الاتحاد، إذن نرجع إلى أننا نعرف أن الأكسجين يتحد بسهولة بالغة مع المواد الأخرى، وذلك الاتحاد يرجع. فإذا وبما أن الأمر كذلك، يعني وبما أن ونظرا لحدوث هذا الاتحاد، فليس هناك ما يدعون للدهشة في حال انعدام الأكسجين أو ندرته في الغلاف الجوي المحيط بكوكب الزهرة مثلا. ممكن نقول هذا الأمر، وهذا ممكن جداً.